يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدوف عليهم للخدمة جلمان أرقاء لهم كأنهم أسنان والضافة لؤلؤ مكنون مسون في السرف لأنه فيها أحسن منه في غيرها وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة قالوا إيمانا إلى إلة الوصول إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم أي النار لدخولها في المسامي وقالوا إيمانا أيضا إنا كنا من قبل أي في الدنيا ندعوه أي نعبده موحدين إنه بالكسر استئنافا وإن كان تعليلا معنا وبالفتح تعليلا لفظا هو البر المحسن الصادق في وعده الرحيم العظيم الرحمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aya jemeren don bana kenya don jokki en don jokka don gollo kenya allah tabaaraka wa ta'ala don wolwana mo'e imbe aljanna
Allah cin doyi wa yadufu alaihim don taro do mabbe don no der arambe don no mari arangaaje don no mari kaza don taro do mabbe lil khidmati huwan gobe gilmanun derke en arika o marabe lahum be mabbe ka annahum anum hande huwan gobe husnan ngarul walada fatan idil muki lulun biadum luluri makunun chudani masunun denandi fisada fi haga jaguje bi annahu gamluluri lakatiman wanata hatun ahsanu minhu fi ghayriha urta wodgo to hande urta ki hatun mando naam luluri dum hunde bur hunde wodgo hunde tawetene der maaje kadi ni derke me mbodiri kadi to latta ki hanni hande ni hande hoobe ngai kam e huwande be gannami babbi awla الله تبارك وتعالى واقبل بعضهم يوغم بهوشتي على بعض دو يوغا يتساءلون بين جم جم ترا يسال بعضهم بعضا يوغم بين جم يوغا اما كانوا عليه نو به غنو هر مودم ها دنيا وما وصلوا اليه هاندي بو دا هابي جوتي تلذذن غم ويلتيناكي واعترافا غيرلي تكي بالنيمه نيما قالوا بي ايما ان سباغو الى علتي سبب الا الوصول يتاغو الجنه inna minun kunna millatakeno qablu ha dunya do fi ahlina ha imbe amin ay fi dunya ha dunya mushfiqina min hulturbe ay khaifina min hurobe min azabillahi yangada Allah chenido do kugo Allah chenido dum dewal bernde dum dewal bernde dum kugal bernde kangal ase hisnata kugo Allah gonan dum der bernde dum kanjuno hisnata ase dum kugal gonangal der bernde kugal gonangal der bernde gal buran kugal ko tengal be terde gal bon kugal de be terde en gi har do bo asedo woni ellaman khaifina min azabillah famanna allah alaina allati mujjanimin bil maghfirati yafwe wa wagana jawirawo min reeni min azaba yangada asamumi hubbo ya yan nar yite lidukhuliha gam nar gumage fil masami a hande har gasa urto her bandu fukan joni masam wa qalu ma bi iman fa in aidan sapago inna minun kunna min latakinu min qablu ku arti ay fi dunya ha dunya nad'uhu min don dewa allah cendo na budu min don dewa mo innahu jawmirao bil kasri wa isnafan fi bi innahu kam nam to bi annahu bo kanko o to bi isnafan kam ma'ana man kam ta'lil ngam kanko o nam isnafan to bi annahu bo nen kam ngam kanko وإن كان تعالى وبالفتح تعليلا لفظا هو البر كان كوني موجرو كان موجي ما كولن المحسن موجين دو صادق غونغ دو في وادي ان مورو الرحيم اندرو العظيم مولا الرحمه هن اسي وين دون ديو مورو غام موجي ما كون هوكي من الجنه لا كودي امين فير مو نعم فذكر دم على تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك كاهن مجنون فما أنت بنعمة ربك أي بإنعامه عليك بكاهن خبر ما ولا مجنون معلوف عليك الله تبارك وتعالى بي النبي جميع فذكر وازا دم جورا على تذكير المشركين سيو سنر بي ولا ترجي أنه تات أكس سنر بي لقولهم لك أنهم بيما كاهن أقومي جو مجنون جنارو فما أنت أوناي بنعمة ربك نعم جوما أي بإنعامه عليك بإنعام كما كدو مادا بكاهن اغوميجو بابن بياتا خبر ما ولا مجنون جنارو معطوف عليه نعم نعم بل يقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء قل تربصوا هلاكي فاني معكم من المتربصين هلاككم فعذبوا بالسيف يوم بدر والتربص الانتظار نعم الله تبارك وتعالى ام جتامير انت وغلي يفو ما انا من بل اتشو يقول نبيرون بيا هو النبي جو شاعر وغيمو بيمي مكة مبتي نو ينغت في النبي جو قد ان ارمب اوي ان اتشو مولاتو غيمو بنا يمو يبو يمو مكال كنو كنكو بو حلق بنا مبتي نتربص بيمين دو كدرومو ريبا فتنة جي او ريبا raybal manuni hande fudanoji zamanu raybal manuni hande fudanoji maya ay hawadithu dari fudanoji zamanuji zamanu fa yahlika awalka kan gairi banata ma ko shora yimobe ul wiibe tarabbasu kirite halaki halaku yam fa inni minu ma akum hawta de be modon minal mutarabbisina mi dahijum min bo halakakum kalku ki modon
uzibu ben jangita bi sayfi kafa yawma badr min inda badr ay wa tarabbusu al intizar kun tarabbusu hitago amta ta'muruhum ahlamuhum bihadha amhum qaumun tagun am yaquluna taqawwala بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون أم تأمرهم أحلامهم وقولهم بهذا أي قولهم له ساحر كاهن شاعر مجنون أي لا تأمرهم بذلك أم بل وهم قوم طاغون بإنادهم الله تبارك وتعالى أم تأمرهم أحلامهم من لا هكلو جمع بلين أمر تبع وقولهم هكلو جمع بهذا بيرهم أي قولهم بيقوم بساهر النبي جو شيرو وكاهن قموة جو سائر قموة مجنون قنارو أي لا تأمرهم بذلك هكلو جمع بكم أمر تبع بيرورو إلا التكين المهم بمر بهكلو أندراء بمرق هكلو أم ويبال هم كم بيك أو من المهم بيدانقون بجاقي بي بإنادهم بدندرا كمبي أم يقولون تقوله اختلق القرآن لم يختلقه بل لا يؤمنون استكبارا فإن قالوا اختلقه فليأتوا بحديث مختلق مثله إن كانوا صادقين في قولهم أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون أنفسهم ولا يعقل مخلوق بغير خالق ولا معدوم يخلق فلا بد لهم من خالق هو الله الواحد فلم يوحدونه فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق فلما لا يعبدونه بل لا يؤمنون به وإلا لآمنوا بنبيه الله تبارك وتعالى أبي يقولون من الذين بيان تقوله النبي كان كون وي قرآن رنه اختلق القرآن كان كو حسي قرآن رنه الله جندو لم يختلقه بل لا يؤمنون أن قمبنوا إناي استكبارا كيف راكم كمون تاري فإن قالوا يتو بي اختلقه النبي جون حسنه فلياتو يونن كم بنقدو بحديث بنجيوتا يختلق كسنك مثله بنا قرآن رنه إن كانوا تبلتك سادقين بقوم في قولهم كنقل مبه أم خلقوا ملكاً بيتقام من غير شيء تنهون أي خالق ولا تقلبنا أم هم الخالقون ملكاً بيتقي كوي مقبه أنفسهم كوي مقبه ولا يوقل ويفامتاك أكلوا جواتا مخلوق تقاد من غير خالق تنتقو ولا معدوم هن ولا سم يخلق تقا فلا بد لهم لنكم ولا سكوا دول ونبي من خالق تقو والله الواحد كنكم اللي تنقوتو فلما لا يوحدونه اكوار يمقود انتامه ويؤمنون به ويؤمنون برسوله ان لا دماكو وكتابه ادفتر ماكو ام معنى بل كم عندي تجي اسمان خلق السماوات كم تجي اسمان والارض يلزنا لا يقدر وتعالى خلقه ما تقودي دي الا الله الخالق سيئا لتشنده فلما لا يعبدونه بل اتو لا يوقنون به بنتنائلهم وإلا تؤمنوا بكم لا آمنوا لا تؤمنوا بنبيه النبي جمعكم أما عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا
من شاءوا بما شاءوا أم هم المسيدرون المتسلدون الجبارون وفعله سيدرا ومثله بيدرا وبيكرا نعم الله تبارك وتعالى أم عندهم الغيب أم عندهم بل أتوا عندهم الأنهر مبني خزائن سجاد ربك جوما من النبوة النباك والرزق رزق وغيرهما يتنمن فيخصصكم كيرنا من شاءوا ويموي بما شاءوا بكم يموينا أم أتوا بل أتوا هم المسيرون كم بوني سمتسللون جالب الجابارون دول دوب وفيلوا سيدنا مسلوا بيدرا وبيقرا أم لهم أم لهم سلم مرئي إلى السماء يستمعون فيه أي عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم أي مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى أم لكم البنات أي بزعمكم ولكم البنون ولكم البنون تعالى الله عما زعموه الله تبارك وتعالى أم لهم يلك ودني به سلم يردغل مرقى يردغل إلى سمائها أسما يسمعون فيه بكريف هردون أي عليه دو يردغل قال كلام الملائكة بولي الملائكة حتى يمكنوا هاهبانو به منازعة النبي صلى الله عليه وسلم فرفرتر والنبي صلى الله عليه وسلم بزعبهم آجوا به إن الدعو ذلك تبع آجوا كذي كريتو فليأتي مستمعهم يوم كريتو ودو أي مدعي آير والاستماع عليه إتاقوا ياكي الله واهردو النبي جو وَدُّ بِسُلَّانٍ بِهُجَّ مُبِينٍ بَنْغُغَ بِهُجَّةٍ بِهُجَّةٍ بَيِّنَةٍ وَاضِحَةٍ بَنْغُغَ بَنْغُغَ وَلِشِبْهِ هَذَا الزَّعْمِ آجُ مَنْدِي بِزَعْمِهِمْ آجُ مَبْدِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ مَلَائِكَةَ إِنْ رُبِي بِرَوْبِ أَلَّا شَنْدُو قال تعالى أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ يليك الله شنو كان كوتان مريب بروبة أي بزعمكم ولكم وودن من البنون بروبة قال الله الله شنو ما كي أما زعموك بأجرهم أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين فهم من مكرم قرم ذلك مسقلون فلا يسلمون أم عندهم الغيب أي علمه فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في البعث وأمور الآخرة بزعمهم أم يريدون كيدا بك ليحلقوك في دار الندوة فالذين كفروا هم المكيدون المغلبون المهلكون فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر الله تبارك وتعالى أم عندهم الغيب أو أم تسألهم أجرا بل أن النبي يمر جارنا على ما جئتهم به من الدين دينك قد دعوك ودكم إلى بلوك يمنا فهم العالم من مغرمين غرم ذلك يبقرون مسقلون بإتدراب فلا يسلمون بإتلمتانا أم عندهم الغيب بل عندهم الغيب بل أتوا عندهم الغيب يلك بأن عند سوري فينا علمه عند القصوري فهم يكتبون بأن بندا حتى يمكنهم هاهبانو به منازعة النبي صلى الله عليه وسلم فرفتركو بأنبي في البأس يا أمونغر وأمور الآخرة في جي الآخرة بزعمهم آجمع به أم ما نمن بل أيريدون يلك بأن نمويا كيدا دبر بك بمالا ليهلكوك عن بكالك إدار نروة تاري عند سواري فالذين كفروا هفر به هم المكيدون كم ببنون هنده دورنا به المغلبون دا جالا به المهلكون خلق به وحفظه الله منهم الله سنو ريري النبي جروين به ثم أهلكهم من الله سنو خلق ببدر البدر أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون به من الآلهة والاستفهام بأم في مواضعها للقبيح والتوبيخ نعم للتقبيح والتوبيخ نعم أم لهم أم دو مانا من بل ألهم يلك ورني بإله دويته غير الله تنى الله چندو سبحان الله سنوي ورني الله چندو أما يشركون بيك بكوتا تنتو من الآلهة لبي والاستفهام بأم أم جالن دو في المواضي وكوه مواضيها نكو جوان دو أم لو للتقبيح غم حلين غو كود مبي والتوبيه أفل غو بي وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وإن يروا كسفا بعضا من السماء ساقدا عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء الشعراء أي تعذيبا لهم يقولوا هذا سحاب مركوب متراكم نرتوي به ولا يؤمنون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يموتون الله تبارك وتعالى وإن يروا كم بيم مكبه تبينجي كسفا بعضا من السماء تيرن در السماء ساقدا عليهم دورهم دو مكبه كما قالوا بنا بجمنا فأسقط علينا hande du'udo amin kisafan tayre min as-samaa'i asama ayta adhiban lam yangiri bobe manaman binnar min be nudinobe ko be ngi asama taydo jippo yagulu be bi hada dum sahabun dum dule markumun hande nyikkindirde mutaraki bu nyikkindirde nartawi bihi de to banan min min jomni jar min jarabe man wala yumin bi rudinta azarhum kai azarhum atube hatta yulagu hawe potta yawmahum nyalde mabbe alladhi den fihi hermare yusaguna e paddete yamutuna e mayete yawma nyalde yawma la yugni badalu min yawmihim anhum kayduhum shay'a wala hum yunsaruna yumna'una min al'azabi fil akhirah wa inna lil ladhina zalamu bi kufrihim azaban duna zalika ay fid dunya qabla mawtihim fa uzibu bil ju' wal ghadi sab'a sinina wa bin qadli yawma badrin ولكن اكثرهم لا يعلمون ان العذاب ينزل بهم الله تبارك وتعالى فذرهم اتبع حتى يلاقوا هاي فرت يومهم يلدم الذين يسقون لفدته يوم لم يلد لا يغني نفتا بدل من يومهم لا يغني عنهم نفتا بكيدهم دبرهم شيئا كودمه ولا هم ينصرون بلتاكي بلته يمنون بكد من العذاب ينغد في الاخره على الاخره وان للذين ظلموا عندني ودني بنتوني به bi kufri be sababu kefera kuma bi azaban yangada duna zaika gaido aifi dunya ha dunya qabla mawtihim yeso maide mabbe fa uzibu yimi makabe be jangita be juu iwel wal qahd ya hokkere sab asina dubi jeridi wa bil gadli warngo bo yawma badr nyande badara walakin aktharhum sikka wala dur umma be fula ya alamuna bi anda anna al azaba yangadun yanzilu bi jiporo do mabbe na wasbir li hukmi rabbika bihim halihim wala yadiqu sadruk فإنك بأعيننا بمرآة منا نراك ونحفظك وسبح متلبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من منامك أو مجلسك ومن الليل فسبحه حقيقة أيضا وإدبار النجوم مصدر أي عقب غروبها سبحه أيضا أو صلي في الأول الإشاعين وفي الثاني الفجر وقيل السك نعم الله تبارك وتعالى وإن للذين ظلموا أعندني بأودني بأن توني ببه بكفرين بسبب كفركم عذابا ينقد دون ذلك قائم الواقع أي من جنجل في الدنيا ها دنيا قبل موتي ميس وما يد مبه فأذربوا من جنجل بالجوء ويل والقهد يهند بالجوء ويل والقهد يكوك سبع سنين دوبي جيري وبالقتل ورنغ يوم بدر نيند بدر ولكن أكثرهم دود أمب سكوالا دود أمب فلا يعلمون بأنده ان العذاب ينقدرهم ينزل بهم جبر دوما الله تبارك وتعالى النبي جمين واصبر مو لحكم ربك كيتا جوما بهم حال منين كوبي ولا يبيك صدرك تابر نما دبلو فانك نوانو بعيوننا بيدن كامن بمرء منا بجد امين نراك من نجي ونحفظك من دين وسبح سن ملتبسا ياك ما جلت بحمد ربك يتو جوما اي قل سبحان الله وبحمده سن يوني الله سنو وبحمده بيتكم هنا تقوم وقت أمت من منامك لينقل ماذا أو مجلسك جون ماذا أو مجلسك جون ماذا معنى دو مودي بمبير مهجة كفارة المجلس سيقرنها قرآن
أفارك في مجلسي قد مها قرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومن دو من دو آره هنده ورثني كلا نبي آدبا نجولي فو النبي صلى الله عليه وسلم رأى قرن نمو جنغي قرآن جولاكي جون دي سيتو تمتني ربيدو إذن آية كارل حجة أسهي كفارك في مجلسي من دون ولا سيكوها جولي بمبيرون قرن وين ورن دعا wayne wadan en do naam kafaratu majlisi han kafaratu majlisi bo kala goto fu wadan hore mudo asay do akam wadan to yimbe jodake lakin kala moy fu wadan hore mudo na kawten genum mal wayre wadan en wala liman wayne wadan en subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nabi sallallahu alaihi wasallam bi tum jonde wone ma le timmitinira be wode be bode ngam non e to jonde wodi ko fe'i herdon bo nden bo kefergal dum latano yimbe dum kefergal ha jone ledo dum latano yimbe kefergal ha jone ledo ina tagum wakati ummutura aywa nam sibba min manamika aw majlisika nam wa min al-layli fasabbih wa min al-layli jammahu fasabbihu sunnumo haqiqatan aidan wa idbar an-nujumi tuttitit gokode masdarun ayagi ban ghurubiha aw mudgo maje sabbihu sunnumo aidan aw salli jul fil awwali تسبيح الارنكم الاشاء اير اشاء جديد وفي الثاني ديبا بو الفجر فجر وقيل الصبح صباح نعم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نظرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى سورة النجم مكية وآياتها إثنتان وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم الطرايا إذا هوى غاب ما ضل صاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية وما غوى ما لا بسلغي وهو جهل من اعتقاد فاسد وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى هوى نفسه إن ما هو إلا وحي يوحى إليه علمه إياه ملك شديد القوى ذو مرة قوة وشدة أي منظر حسن أي جبريل عليه الصلاة فاستوى استقر وهو بالأفق الأعلى أفق الشمس أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان به راء قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشيا عليه وكان قد ساله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فوعده بهراء فنزل جبريل له في سورة الآدميين سورة النجم مكية
baawo hannde en tendiri ɓe surawol en timmini surawol hannde wiyetegol surtout surtout ɗuhur nam en nasti surtout najmi o yi sintani o sittuna aya aya capanɗe jeego e ɗiɗi bisimillahi rrahmani rrahim wan najmi allah ceno hunorake hoorre a suraya o wi hannde ɗaccuki ida hawa to suuyi ay gaaba to wirnake mana man allah cendo hunorake nde wirnago maare ɗo imma nde sotti caka asama imma mana man nde muti imma bana balɗe ɗe yimɓe mbiya hannde nisa yani nisa yani na en ɗo mbiya ɗo man fuu ɗum hunayere man ɗum yo jawabul kasam ma dalla sahibu kum kendo moɗon goɗɗo moɗon goɗɗo moon annabijo moɗon o majjayi muhammad alayhi salatu wassalam an darigi lawol alhidayati kanda wama gawa o majjayi mala basal gayya o jillotiray ɓe majjere ni kowoni majjere wa huwa jahlun an itiqadin fasidin majjere goɗɗo majja oɗon haɓɓi o hunde alhaali hunde ma gonde honni de famake woodi ko wiyete gayyu woodi ko wiyete hande dalal kadi kowoni gayyu kam oɗo haɓɓi hunde alhaali bo nanon nde woni oɗo haɓɓi hunde nanon nde woni wama yandigo annabi jo wolwata bima yatikum bi ko waddanta on anil hawa giɗaɗe maako hawa nafsi giɗaɗe maako inma huwa wala ko waddanta on ɗum illa wahyun sey ɗum wahyu yuha ileyhi wahyete her maako wahyu o allamahu andinimo ɗum allamahu iyahu andinimo wahyu o malakun malaikajo sadidu sa'ata alguwa sembe zumirratin jam sembe quwwatin wa shidda sembe e catuki wa mandarin hasanin ay marɗo hannde suura boɗum ay jibril alayhi salam fastawa o foti istaqarra o foti wa huwa alhaali maako kanko jibrila o bil ufugi ha womoge ala ala ɓaŋiɗo ufugu samsi womoge nage ay inda matlai ha gal fuɗirde maage ala suratihi llati huliga alayha dow suura maako nga allah takrimo jibrila en anndi ɗum mari 600 alfijana banni farahu nabi sala nabijo yimo annabijo malaika en nder hannde andinage malaika en malaikajo sañjititto nabi jami jibril yiɗiyamo bana allah takrimo kadi nde o wari o tawi annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha hira annabijo yimo o maɓɓi duña fou o maɓɓi duña fou e bileji makko o maɓɓi duña fou wa kana bi hira gassaddal ufo wogoge ko woni dow ka fou o sukki ɗum ɓe bileji ɗiɗo ilal maghribi ha mudirde diga fudirde ha matirde fa harra maghshiyan alayhi annabijo suuyi faɗɗa wa kana annabijo ɗettakeno gasa alahu jamimo an yuriyahu nafsahu jibrila hollamo hoore muɗum ala suratihi llati huliga alayha ɗo suura maako nga allah takrimo fa wa'adahu jibrila inanimo bi hira fa nazala jibrila lahu fi suratil adamiyin fa ha oɗon kadi jippanimo warti bana ɓi adama summa dana waɗi summa dana qaruba minhu fatadalla zada fi lqurb fa kana minhu gaaba qatru gawsaini aw adna min zalika hatta afaqa wa sakana raw'uhu fa awha ta'ala ila abdihi jibril ma awha jibrilu ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam walam yazkur almuhi tafhiman li sha'nihi ma kazaba bitakhfifi wattashdidi ankara alfu'adu fu'adu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ma ra'a bibasarihi min surati jibril allahu tabaraka wa ta'ala wi summa dana nde jibrila o ɓadi qaruba minhu ɓadi ha annabijo fatadalla ɓurti ɓadago zada filgol yo ɓurti ɓadago fa kana jibrila o latti minhu aɗa annabijo o qaaba gawsayni fodde ɓongdoŋe ɗiɗi fodde ziriwol ɓe lagawal ɗum woni ɓongdoŋe ɗiɗi aw annama allah bo ko ɓurta ɓadago min dalika bolwa ɗum ɗum annabijo nde yimo faɗɗa jibrila warti ba ɓi adama ɓaddi annabijo ɓurti ɓaɗitago ɗum hatta afaga ha annabijo finti wa sakana rawuhu kultorol mako deƴƴi fa awha taala allah cinno wahyi ila abdihi ha jeyaɗo muɗum jibril ma awha ko jibrila bo wahyi ila nabi sallllahu alayhi wa sallam ha annabijo walam yadcour il muha allah cinno wiya en ko wahya ɗum tafhiman li sha'nihi gam mawningo fi hunde wahyane ndeɗo naam mana man ɗo kam waɗanɓe damair ji man ɗum damair jibril ha annabijo woɗɓe bo ɗo ngara damair ji man ɗi allah ceniɗo ɗi allah cenɗo ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam
لكن جوم جلالين هو وجه قادو قران بنا عمر بن الخطاب فانه حمال وجوه حمال وجوه اذا لالا اسلم بنا اوره هو ايمان دو نعم بنا جوم جلالين هو ايمان دو تيما قران فانداري قران بداغو ها هاندي ثواب دو تو انغارتي روم النبي جون بدي الله شني دو ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين او ادنى بنا جوم جلالين فسرني ني نون قرتا هاندي الله تبارك وتعالى وي ما كذب الفؤاد ما كذب وما كذب أيا بالتخفيف والتشديد ما كذب الفؤاد برني ينكراي دي فيوناي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم برني النبي جو ما رأكو وي ببصري جد ماكم من سورة جبريل سورة جبريل أفتمارونه تجادلونه وتقلبونه على ما يرى خلاب للمشركين المنكرين برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ولقد رآه على صورته نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى لما أسري به في السماوات وهي شجرة نقي عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء أو المتقون الله تبارك وتعالى أفتمارونه يليك أن غابوا تيران بماكو تجادلوا أن جكران بماكو وتغلبونه جارولون على ما يراكو إينا خطاب نمبولير قول المشركين المنكرين ينكر به رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يقول النبي جبريل كم بين الله شنوي الله تبارك وتعالى ولا قد رأه حقيقة النبي جي جبريل هو على سورته سورة ماكو نزلة أخرى مرة روند عند سدرة المنتهى حاجة بكمبه أي لما أسري به نوئيانو في السماوات ها سمانجي جابي كمبكي ويشجرة نبقين ولكتي هندي جابي أو قلوم جابي أن يمين الأرش كيرون هندي نامري الأرش لا يتجاوز يتتاككي أحد قوتو من الملائكة ملائكين وغيرهم تنمق بي عندها هر جابكي جنة المأوى الجنة موورد تأوي إليها الموبهر لككي الملائكة ملائكين وأرواه ينكي الشهداء سيدي بي والمتقين يهول بالله إذ حين يكشى السرة ما يكشى من دير وغيره وإذ معلولة لرآه ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم وما دغى أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة لقد رأى فيها من آيات ربه الكبرى أي الإزام أي بابها فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء وجبريل له 600 جناح أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة للتين قبلها الأخرى صفة ذم للثالثة وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ومفعول أفرأيتم الأول اللاتي وما أضيف عليه والثاني محذوف والمعنى أخبروني على هذه الأصنام قرة على شيء ما تعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله ما كراهتهم البنات نزلت عليكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى جائرة من دازه من بازه يبيزه إذا ظلمه وجار عليه إن هي أي ما المذكورات إلا أسماء سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها ما أنزل الله بها أي بإبادتها من سلطان حجة وبرهان إن ما يتبعون في إبادتها إلا الظن وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى الله تبارك وتعالى انبينا هندي جاري كمبه هدي مودي بنبي النبي صلى الله عليه وسلم جيلو جبريل هندي ديدي هوري ما هندي هامكة yamnalum wore bo nyande hande Allah jimmare jengtuki on bo giro jibril hartu mando
Allah tabaraka wa ta'ala wi iz ay hina yaghsha shirata ma wato hande jabiki ma yaghsha kuma wato ki min dairin cholli wa ghairihi etanamudu yani ibhamul mawsul wasilatuhu ta'zimun hande inde mawsul Allah cin da omni dum hardo e silaman do ta'zimun wa takthirun lil ghawashi mawnin ki duddin ki kuma wato lekkiki baysula nam la yaktanuha na'atun wa la yuhsiha adad kuwarta yarlekiki do tindino rewawata dum limgal bo wawata limgo dum ay ashiya la ya'lamu wasfaha illa Allah ta'ala ku je ngarata herdon wala andu sima maje sai Allah cani do nam kanjum mana iziya sasidrata ma yaksha nam wa idha ma'mulatun li ra'ahu idlo ande maf'ul fi'l ra'a Allah tabaarak wa ta'ala wi ma zangal basaru annabi jo gitema ko tastaki minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma danga de milaki ay ma mala basaruhu gitema ko milaki an martabatil maqsud lahu ande daraja ko nufana wala jawazahu tilka al-layla usalaki dum bo jemmare leedo Allah tabaarak wa ta'ala wi laqad ra'a haqiqa annabi jo yi jemmare de min ayati rabbihi ayati jomi ko al-kubra mawde ay al-izam mawde ay ba'dha yuga ande ayati Allah cendo faraa wi min ajaibi kayi fi al-malakuti lamu rafrafan akhbara ku je nyikki nirde non hande kecce kecce sadda ufuga sama e chukki hande wumi asama den o yi wa jibrila o yi jibrila bo lahu 600 jana lahu 600 jana o wodi bileji na bile o woto na didi 600 jana biloji temedde tam nan temedde jego bile o woto fu mabban fudirde be mutirde woto fu mabban fudirde be mutirde kadi kan juwadi ay do kam tagadi o kat tagadi ko Allah cira tagi Allah tabaaraka wa ta'ala wi afara'aytum kibra yamne Allata lata do e li hande dum goddo o lattake no ha makka kana yalitu sawiga lil hujjaj o lattake no hijjobe ngari sombe hande o warana be bana dene bawal warana bana dene bawal o hokkabe be nyama de o mayna be uwimo ngartiri yenane mako do dum lawru de o boddon wal uzza uzza bodum dibinohi dibinohi don dewa ki ataif wa manata thalitha e mana mana bo latake no dum lawru yimbe madina de wanno du ngurono no kure wetene qadid qadid no kure andare allataini qablaha alle manata o athalithata taba ala ta be uzani manata al ukhra sifa dhammin dum sifa ande aibe li thalitha manata thalithata al ukhra na'am wa hiya asnamun usul ka'im labbi min hijaratin kaje قال المشركون هي فر ولتكن يا ابو تنه دون ديوادي ويسمون بدون اجا انها كنجري تشوا لهم عند الله الشيطان تبها الله شنينو كوني شيتا بمبي دلب الخير للغير دبان غو خير تنمورم ومفعول ارايت الاول اللاتا فرايت ما رايت الاول من كلاتا وما عطف عليه لاتا والعزى ومنات الثاني والثاني محذوف فيل ارى بنتمين جنغو هنا هو المفعول تاتي وي محذوف والمعنى اخبروني كبريم على هذه الاصنام ويلك ورد لبدي قدرت باود على شيء دهونه ما هنا كون ير فتعبدون هل وندنا دون الله كاي الله جل القادر باود على ما تقدم قار في ذكر انكم وي ولما ذام وكتب اجي ايضا فهم ان الملائكه ملائكه دوم بنات الله ربي الله جل روبه ما كرهتهم الحال مكم به فرب مكه به انو غادي البنات ربي روبه نزلت آية غرمك كاجيبي نعم عليكم الزكاه يليك اونونك اون چوبانن كو امورن وربه ولا هو چوبانن الله چندو بالون ثارو بينا فبني كم تلك دين كم كايتو اذا دين كم جسمت چندي غبيزا تونيغو جائرة تونيرو من باره من بازه يضيزه اذا ظلمه وجار عليه هون اون چوبان دال هوري مورن چوبانن دي گودو فيره ان هي هندي لبري دي لتاكي اي مال مسكورات ان لله لتاكي الا اسماء سدم اند سميتم وا ان رنم اي سميتم بها ان بمن انتم ان واباكم ابراب مودن اسناما لبيت ابدون هادي ديوتن دوم ما انزل الله بها الله جن جبناي جبنا ناي دي عباده يرو غدي من سلطان حجه
hujjatin hujja wa burhanin e hujja aya kado in hiya illa asma samaitumuha samai antum wa aba'ukum modi be ndari halo hala bolle 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 ten do kam diga Allah din hippina walla enen men gadi de duran mangal hakuna modi be Allah cendo biro Allah ma adama al asma'a kullaha Allah cendo anni annabi adama inde fu na'am haro bo Allah wi labbido inde maji onon men gadi do na'am hato bo anni annabi adama umuman modi be bolwi jodo maka amma dum be mil wural gal wala ben dallo wural gal wala ben dallo mana wala la yatarattabu alayhi shay wala fa'idatul khilaf na'am in ma yattabi'una wala ko yatakuto fi ibadati ya rewgo labbidi illa dhanna sai gikke wa ma tahwa al anfusu e ko yonki jingidi bima zuyina bima zayyana lahum shaytan e ko saydan hande jagnani be anna hala bi tashfa lahum bi shaytan tabi inda allah ya allah cendo na'am wala kad ja'ahum min rabbihimul huda ala lisani nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil burhanil qadi falam yarji'u amma hum alayhi am lil insani ay li kulli insanin minhum ma tamanna min anna al asnama tashfa'u lahum laysa al amru kadhalik falillahi al akhiratu al ula ay ad dunya fala yaqu fihi ma illa ma yuridu ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala wi wala ja'ahum haqiqa warani be rabbihim diga jawmi be al huda kanda warani be diga jawmi be al huda kanda ala lisani nabiy sallallahu alaihi wasallam do ngal annabi sallallahu alaihi wasallam bil burhani be hujja al qari tajdo falam yarji wa lortaki amma hum alayhi do kum ngoni am manan bala lil insani yiri ka wore ni bi adama ne danke li kulli insani minhum kalam ne danke fu wodani dum ni ma tamanna ko yelotona min anna al asmama labbihum tashfa'u lahum shaytan tobe laysa al amru kadhalika na bana be ngelato do falillahi al akhiratu allati nawari al akhirah wal ula e dunya ay ad dunya dunya fala yaqau fihima wala ku ukuto her dunya be alahira dum illa ma yuriduhu ta'ala siko Allah tendo muwi siko Allah tendo muwi idan den kam yaago jamadum ha kuje godde fere kam ummajjere dum batil edum kuje wode bawata waddo kodume inshallah e darto herdo na'am inshallah e darto herdo na'am to wodi jamde wa illa jokken fathul bari andari no en kenya inshallah ma fejje inshallah da kuda bukhari na'am nan jokka bukhari don gonore na'am 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 fatamha babul kafani bingeri gani na'am na'am bismillahir rahmanir rahim babul kafani bingeri gamisin qala hadathana abu nu'aym qala hadathana sufyan an hisham an urwa an aisha radhiyallahu anha qalat kufina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi salasati aswab sahula kursufin laysa fiha kamisun wala imama qala hadathana musaddad qala hadathana yahya an hisham qala hadathani abi an aisha radhiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kufina fi salasati aswab laysa fiha kamisun wala imama na bismillahir rahmanir rahim babu wal nugasi tawal dir babu hande janaiza imam al bukhari bab al kafan bi ghairi qamis kasa hande wala to gore herpa dum leppinon dum jalino hande jangino e hadise wal hande annabi jo hokki to gore mudum abdullah ibn ubay annabi hokki mo ne hokki mo bor gore mudum bo en bino hande dagoto limse bornade dagoto limse de bornaka bo kese na kese fu dagoto ha kasa imam al bukhari waddani hande hadise wal aisha qalat wa yukfina an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi jo hasnama fi thalathati athwab qult tati sahulin keje kursu fi latide hottollo laysa fiha wala harde an-nabi jo hande asirado qamisun togore wala imamatun wala metalewol maana man dum linte de nyotaka en biro hande wodi limte bodeje aw ole an-nabi jo bil kasniridum lakin biden annabi yo ndebe lootirum be gaddi limcede do be nyobbi dum be maaje
ha itta hande ndiyam bakino dam bandu gurum halo do den baawon lorti be nyobbi mo be hande e kasniri mo be limtere do tati idan ha debbo en bino joyi malla jeridi gorko bo tati en jangino asere sarinde bo aw kenya bo en jangino idi fu hen idi fu hen na'am hadiso lida bol bo kanjuma noy way ku fina nabi sallallahu alaihi wasallam hasanama fi zalathati athwabin kulli tati laysa fiha gamisun wala hirtun togore wala imamatun nun metalewol ay hande togore ka en pamri be murum e ko wodi hala metalewol metalewol kana en andi nane bo metalewol kana en andi kanyum kam na nyotatake kanyum kana hunde yogo do balbe wala yogo do hore wala bo habugo do hore na'am e metalewol kam kanyum bo warete ha kasana wala wattake na'am so yinde be garnaay dum annabi jodo dum dalila hande be metata be gatta goddo be garanta dum metale o latto kasamuna ibnu hajar wol yardo wi'a dagoto dagoto na'am dagoto hande be garna goddo metale hol ko lattaake hande der kasna annabi sallallahu alaihi wasallam ko be kasniri dum annabi jo be metale je nandi amma wala metale hol amma hadataake bi adamajo na be metamo ko a metale be garna mo kasa hadataake hadataake na'am 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 باب الكفن ولا إمامة قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أصواب بيد سفولية ليس فيها قميص ولا إمامة نعم نعم حديث القولرني والكنغول وباب الكفن بلا إمامة be kasna goddo wala metale o halim tede be kasri mon no kita man o waddi hujja man o wi annabi sallallahu alaihi wasallama hasnama halim tetati andade daneje sohulin keje hermaje do wala togore wala hande metale wol idan yetake hande to metale wol wala ha kasa e wodi hande nakasa woni don la annabi sallallahu hasnama wala hande kasa na'am wala hande metale wol نعم باب الكفن من جميع المال وبه قال هدا والزهري وعمر بن دينار وقتادة وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان أجر القبر والغسل ومن الكفن نعم. قال حدثنا أحمد ابن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتى قال أتي عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يوما بدعامه قال قتل أسمس أبو بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد أجر لنا ديباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي babu no gasin jobol kedo len mabbo dum imam al-bukhari to waddi hunde waddana de yimbe marbe hakkilo waddana yimbe hakkilo kanjum deftere man o winirani ne yimbe heero rabe na yimbe non o yi babul kafani min jamil mal kasadum her jawdi ya adamaji to mayi her jawdi mudum kasabo der jawdi ton ho ete wa bihi qala ata'un wa zuhri ata'un wa bi rabab zuhri bi amrun mudinar bi qatada banni be bi وقال امر المديران الخنوط من جميع المال حنده كو اوردي نيبي اورتا مايرو ديدو خيري بو ها جودي ماكو تون دوم هويته مانا من سي بي غورتينا دو من دو دوم هو اتاكي ها ثلث وقال ابراهيم التيمي يبدا بالكفن يبوت ايرا حنده حسن غومو اي حسن غومو بو ديغا غاس غونغاسكا ديغا يين غلوتو بي ديغا وات غو كاسمان الى اخره ثم بالدين نين مي غدا نيامانده ثم بالوصية نن وصية وقال سفيان بن ثوري أجر القبر والغسل هو من الكفن غينار ني بيدوكاتا واسوبي غينار ني بيدوكاتا لوتوبي تو بين من كوتا دوم سي بي غيناري كان دو فو در كسر ووني من الكفن در كسر ووني نين ودان حديثول كيمبري ني غول حديثول عبد الرحمن بن عوف در سبو النبي صلى الله عليه وسلم سيمير الجنة عبد الرحمن قلت لك اندر يمي مكة عارت بي سلموكو عبد الرحمن من قدر من يامدو ماكو اوتي بيوما بطعامه من قدر من يامدو ماكو من قدر يامدو بوري عند فقال وي وكي لمصاب المؤمير
sahabojo biyeteedo Musa ibn Umair o waranoma ha kono Uhud wa kana khayran minni o wi Musa boro wuratan no ha Allah falam yujad lahu ma yukfanu bihi ma yukfanu fihi de o mayina ha kono Uhud be ke bay ko be kasniramo illa burdatan sai borgore ha be kasnamo do be ke bay koda ko dali ko dume sai hande borgore wa qutila khamza aw rajulun akhar khayrun minni khamza bo warama ha kono Uhud uratan min falam yujad lahu ma yukaffanu fihi be ke banayno mako be kasniramo illa burdatan sai hande borgore wore aw godore wore o bilagat khashitu mi huli an yakuna latogat ujiltu ko Allah hokkata mi ha aljanna do yaawi dum tawi am ha dunya ha do ujilallana dayibatuna fi hayatin ad-dunya bildi amin fu Allah yaawni di hokki min di diga dunya do ka kulan mi wa illa wayne maya heba eno be kastina dum wayne maya heba eno be kastina dum min bo mi mara kuje fu ha nyamdu bo won wara tawammi ase nden kam taami do kula talatto ko kibanno mi ha alahira go kanjum yaawi wari ha dunya mi yangite ha alahira summa ja'ala yabki min onati o woyak na bab iza lam yujad illa sawbun wahid na qala hadathana ibn muqatil qala akhbarana abdullah qala akhbarana shu'bah عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بدعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن قتل رأسه بدت رجلاه وإن قتل رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسل لنا من الدنيا ما بسل أو قال أودينا من الدنيا ما أودينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا أجرا لنا ثم جعل يبكي حتى ترك النعام رسولي لابون قول ثم فسرنا إن شاء الله قول ولرني والكان قول من عبد الرحمن المعوف أتي بطعام ودنا من يامد وكان صائما يا كما كأسو منه لما قد دلي من يامد له فقال ويقتل مصعب بن عمير مصعب بن عمير مراما مصعب بن عمير لتكنه قد مكة دادي روما كل تكنه جيني تيدو lattakeno e kanko buranno yimbe makka fu margolimse bodde kanko buranno yimbe makka fu urdi bondi kanko buranno yimbe makka fu margo hande wodi ko be ngadanno tobondu gasa baleha be kabba ka jippina do Musa wurdanno dum fu e dina silama wari onati dina kado annabi jo neli mo madina be bi kanko woni aran ambassadeur ha islama annabi jo neli mo madina o yaha o jangina be o kitina be nasugo dina kadi do seeda yimbe madina nasi dina silama her jungo mako nyande kono Uhud wara o saidi her wa huwa khairun minni Musa bro uratam kufina o hasnama fi burdatin ha godore in ngoppi ya rasu to be chuddi hore mako badadri la ko se mbanga o mbarama woda ko dali sei godore wore godore ndebo ndi heata bandu fu sakone hasnamo be ngoda bo ko be ngokkamo woda bo ko dali to be chuddi hore ko se mbanga wa en gup nyari dilahu badara su to be kabbi gal ko se goto be chuddi ndegal ko se bo hore wanga wa urahu qala wa qutila hamza wa huwa khairun minni den o yusumma busila lana dunya summa busila lana min ad-dunya ma busida den Allah cendo we itani min dunya ko we iti aw qala utina min dokka min ad-dunya dunya ma utina ko min dokka wa gad khashina haqiqa min kuli an nakuna min latto hasanatuna bodi amin ujiran dana Allah warji min di yawrani min di ha dunya do summa ja'ala yabki den o nasi o waya kadi hatta taraka ta'ama ha o acci nyambo mana man usumi amma be ngadani mo nyamdu ndu nyamdu man siftinori mo moƴƴere nde siftinori mo bo be yato ko ngiduno aji sol yeso ngol do labbitina nan en inshallah daro en do mado na abab izalam yujad kafanan illa ma yuwari ra'sahu aw gadamaihi ngadda ra'sahu qala hadathana umar ibn hafs ibn gayyas qala hadathana abi qala hadathana hamash qala hadathana shaqiq qala hadathana khabbab radiyallahu anhu qala hajarna ma an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naltamisu wajha allah fa waqa ajruna ala allah fa minna man mata lam yakul min ajrihi shay'a minhum mus'ab ibn umair wa minna من أين عدله ثمرته فهو يهديها قتل يوم أهد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة
iza gaddaina biha rasuhu kharaja rijlahu wa iza gaddaina rijlaihi kharaja rasuhu fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nugaddiya rasuhu wa an naj'al ala rijlaihi min al-izghir. Na'am. Inshallah hadith ul ngolo sharahana en ko salino. Hadith ul khababum nul arat. Wala takki hande o sahabojo mawdo. Wala takki no qainan o gudijo. O gudijo. Na'am, o wadanno kafaje. Kadi kanjum Imam al-Bukhari wi bab iza lam yajib kafanat. Timme ke bay kasa illa ma yuwari rasuhu sudda hawaratan aw qadamaihi. Mallabo tambanko je makori di. O yi ngatwa rasuhu. No gaten puden chudden hore kadi. Chudden hore. E darin ko tehrdo o wadani hadithu khababun ularat en bi khababo o lattake der sahabo en aran en o lattake no gudijo ha makka qala hababo wi hajarna min perima annabiy sallallahu alayhi wa sallam bi annabijo naltamisu wajh allah ko ferni min allah cheno tan min dabita marjari allah cheno tan doggugo be dina amin min doggi diga makka min kuuti madina min acci kala kuje fu yimbe amin rewbe amin bi kona min talaji amin nje min jodi har babe min gala ko dume dume min gari dum gam hande Allah tan hokka min barjari wa fa waqa ajruna ala Allah barjari min ukki ha Allah tan do faminna o yinder amin man mata on maido lam yakun min ajri shay'a o nyaama her barjari ni ko dume min hum der mabbe Musa ibn Umayr sahabo dum min non Musa ibn Umayr goddo makka lettino do e burde nodo suka en makka fu wodgo limse wodgo urdi wodgo 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 wa minna o yinder amin man aynat lahu thamaratuhu mo bendalloje mudum bendani dum fa huwa yahdibuha ron tebade wi Musa bo utila yawma uhudin on barama nyande uhudu falam najid min kibai manu kaffinuhu ko min kasniramo illa burdatan sey godore idha ngattayna biha ra'sahu timin chuddi hore mako kharajat rijlahu kosse didi fu ngurto wa idha ngattana rijlahu rijlaihi timin chuddi kosse mako didi kharaja ra'sahu hore wanga fa amarana nabi sallallahu alaihi wasallam umri min an nughattiya ra'sahu min chudda hore mako be godore de wa an naj'ala min gada ala rijlaihi do kosse mako didi min al ghadi khairi fudo wajalo min gada gal kosse mana man ase to latta kelim ce ke ay den kam min be da bita hudoji gara chudjira goddo man do to woni mahallu shahid imam al bukhari waddiri dum e waddani en bodu wazu ande to dunya dum dum latta to no dum hunde himidini e heb go dunya dum latano mo hunde himidini ne nen kam sahabo en teddube be kebanno dum kebanno dum idan bal en giibe kebdo dunya man waddani dum hande suno ha o woyanika ha o woyanika be usuno be usumino fu ha o woyanika ase heb go dunya dum na dum alama yerda Allah ceni do e wala ko kemirum na ko be ganmi Allah law kayyam la la bi adamaji wi atanon lakin bi adamaji wakkalno do Allah ceni do jama Allah ceni do moddere mudum e to heebi moddere bo yetta Allah ceni do amma hande ngam mi heba e dunya tikkara dum do kam na dum gikku bi adamaji juldo kam na dum gikku bi adamaji juldo badima Allah do sigani mudum ala hira bal en gibe hulbe Allah kam to dunya man fejana ke ma be kula ta latto boddi be ngadi do Allah yaawi hokki be diga jotta e warta nyande darangal go wala ko be kebata aw daraja mabbe nakiso yerton ngam bi adamaji ko hebi ha dunya do fu ko hebi ala hira bu nan mudum e no otoskori ha dunya do fu nyande ala hira ne woni nyande toskare to bi adama je toska ke ala hira toska re timidi ha mako kanjum Allah cene wolwante en hala mbustu nyande darangal do chuldo fu haade fintana mbustu man ngam magu mbustu man gutuli dan mbustu ji pat e moddere dunya go nonde yotti fu nde wala no ne fatanta ala hira ka hadi dar to hada insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana bil mulki wal malakut سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحق